للمزيد من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا مجدي يازجي. مجدي، بحسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كاسنجر، الآن هو وقت التفاوض حول السلام لتفادي وقوع حرب عالمية ثالثة أو حتى فوضى نووية. هل هذه التصريحات تعكس فقط بحسب القراءات الداخلية رؤية الرجل، أم أن هنالك موقفا أمريكيا بدأ في التبلور في هذا الاتجاه؟ تسابيح عندما يتحدث هنري كيسنجر الدبلوماسي الأمريكي المخضرم تستمع الإدارة الأمريكية أيما كانت هذه الإدارة، وبالتالي هذه الآراء قد لا تكون تمثل فقط وإنما قد تعكس ما يجول أيضا في أروقة السياسة الأمريكية وخلف الكواليس في البيت الأبيض. وهذا النداء للدبلوماسية ليس الأول من نوعه من هنري كيسنجر. قبل ذلك الخارجية الأمريكية تحدثت عن أهمية المفاوضات وأشارت إليها مرارا وتكرارا، وقالت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الذي بدأ الحرب ويملك أيضا إن أراد غدا أن ينهي هذه الحرب. وبالتالي هذه التصريحات ليست في الخواء وليست في الهواء، ولها أيضا ما يبررها هنا في الإدارة الأمريكية، وبالتالي قد تكون رسالة غير مباشرة من واشنطن إلى موسكو تطالبها فيها بالعودة مرة أخرى جديدة إلى طاولة المفاوضات، بالعودة مرة أخرى جديدة إلى المسار الدبلوماسي. ولكن دائما ما تحذر واشنطن تسابيح بأن موسكو حتى اللحظة لم تتبلور لديها رغبة حقيقية وجدية في البحث عن مفاوضات حقيقية مع كييف لوضع حد لهذا النزاع المسلح الذي يقترب من عامه الأول في فبراير المقبل. تسابيح من واشنطن، مراسلنا مجدي يازجي، شكرا جزيلا لك مجدي.